بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أولا أنسي ورسما زيغ تدوم قدم خيس مينو مجد أسكاك، رئيس جمعية البديل التنمية المستدامة لتجار باب الرحمة من انتوجد حاليا تنقيت تمزواروت نوز دانيتان عبار خيجن الوضعية دين تعيش دانيتا تعيش دا التجار مع الرجل. الوضعية مؤسفة جدا أنه تعيش دانيتا سجن الطريقة تزد الأحوال من الطبيعة، يعني تكافس خاص نسوى التصنين مش توارا مقيضان ينا واسد جحنشا التجارة أوريجن حاجتي ودنا دانيتا الإخوان عبان خيج الغضب نسن أنه تعيش ندا تضيع السرعة تنسان تعيش أسمي دون زاد وين المهم إيجن الوضعية وتجي من دوم غاينة غير إن مش توارا مقال ديني فوتو ديني مسألة زام النيث من دي إن تعيش دانيتا إيجن الوضع محرج جدا. وني هذا ودان الاخوان داني تدي باب الرحمه عبان سجل الغضب انسان انه من هي ما يمكنش وزمان اذعانين كتا غزت لان التراجان انه ديني مفاوضات ديني وينه يخص ضروري ان قل حلي من هي نتواجد داني تسجن الطريقه ذكموش انا مش توارام انه اقيضون ما يمكنش هذا يستمرض ابن ادمي بالنار حيض يضيع وما بالك انه تسمى قتي تعيش تدو قيضون دوينا تدو سميت اتكسيس قيضون تدو نزاي السفية السرعات. والمهم قذاني تالي وذان عبان بان الضيعة تحسن السرعات ديج الوضعية مؤسفة جدا، ولهذا نعزو الحل يوذانا عزو الحل ثنقيت ويسنين يوذانا عاوتاني الاخوانا ان تمثل الشين كجمعية البديل التنمية المستدامة دي باب الرحمة قان وتنددن في نفس الوقت انه هذه تسوش ان يجن كيف ما كان نوعه وشكله هذه سادي هذه تفاوض خي وذانا باش نسينا الشيء نتوجه رساله الى المسؤولين ما رجان تتم الموضوع عن باب الرحمه انه المفوض الوحيد يغاسر حق غاس الشرعيه ذي فوض هو انه المكتب البديل التنميه المستدامه الجمعيه النقد تانيتا فوض انت وذانا تخفن خاص الطريقه الشرعيه صوت خاص قند المكتب نسل المكتبين مكتب نقابي الاتحاد المغربي للشغل يجن العبد الضعيف الكاتب العام الناس وفي نفس الوقت رئيس جمعيات البديل التنميه المستدامه. ولهذا نشي نندد يعني باسم التجار انه نرفض نهائيا شن يجن خاخي تفاوض سيس من غنشين، ولهذا نشي احقا تفاوض ونشي غادي الشرعيه غادي تفاوض. تنقيت ويس ثلاثه هو انه ديني بعض المفاوضات عده مفاوضات إجل المسؤولين سواء من السلطة التنفيذية سواء من السلطة التشريعية أنه ذيني مفاوضة جادة وذيني مش وعذن السيد العامل السيد الكاتب العام جميع المسؤولين سواء المسؤولين إجن ذي العمالة سواء إجن ذي المجلس البلدي وعد بأن هناك بقعة أرضية توجد في عارض نشين نهارا نقارس ديني الاخوان ديني بعض الشركاء وعدنا بان كل فنس بناء السوق نموذجي. ولهذا نشين تطرد السيد العامل باسم التجار انه هذه سرع هذه سرع هذه لب الطلب من نيودانا انه كيخيك الموافقه تخش الموافقه البقع الارضيه اللي توجد عندي عارض. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. حسن فولكو رئيس جمعيه الناس جمعيه الجذور. بالمناسبة نتقدم يجن التحية عالية لموقع نادور سيتي. بداية باسم الجمعية نعلن تضامننا المطلق والمشروط مع الإخوان ديالنا التجار باب الرحمة ونتقاسموا معاهم نفس المعاناة اللي كيعانيوها مع التحول الطقس ومجموعة ديال المشاكل اللي كيعرفوها الإخوان أكثر منا. وكانت ندعمهم اولا لان حتى صاحب الجلاله كيدعمهم في الخطب الملكيه ديالهم وكيحظوا برعايه مولويه يعني خاصه وانهم من فئه الهشه. ثانيا وانهم كسبوا حتى التعاطف ديال المواطنين ديال الساكنه ديال الاقليم، وبالاضافه انهم كنتواجدوا كتجمعنا نفس النقابه الاطار النقابي كيجمعنا نفس الاطار النقابي. ولذلك حنا في الجمعيه ديال جذور كنوجهوا أربعة ديال الرسائل، أربعة ديال الجهات المسؤولة. أولا الجهات المسؤولة، ثانيا كنوجهوها للمجتمع المدني، وثالثا كنوجهوها بالنسبة للساكنة ديال الإقليم، ورابعا كنوجهو رسالة واضحة إلى جميع الساكنة والمنتخبون باش نلقاو واحد الحل
لهذا المشكل ديال الاخوان ديالنا اللي كيتخبطوا فيه، خاصه وانهم كيتواجدوا في وسط المدينه. حنا كنقولوا كنقترحوا في جمعيه جذور جوج حلول، كنقولوا لهم هذا الشيء لا يليق، هذا الشيء ماشي العمل اللائق، هذا الشيء ماشي الكرامه ديال الانسان المغربي اللي خصو يحظى بالكرامه ديالو. ولذلك كنقولوا يا اما يبنيو هنا اللي هم هنايا سوق كتليق بهم، ولا يديوهم في واحد القطعه ارضيه تليق وبهم وتكون في وسط المدينه. ومره اخرى كندعموا الاخوان ديالنا في باب الرحمه، وحنا معاهم في السلم وفي يعني في النضالات، وقتاش ما احتاجونا مرحبا اهلا وسهلا، ولكم منا الف تحيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه نضاليه لموقع نادور سيتي اللي كيواكب المشاكل ديالنا والمعاناه ديالنا ديال تجار باب الرحمه، بصفتي نائب رئيس جمعيه البديل والتنميه المستدامه ونائب الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل لتجار باب الرحمه. باسم التجار كنندوا اولا قبل كل شيء اي طرف كيتفاوض باسم ديال التجار، وعلى حسب تجار مكتوبون على اللوائح مزيفة لا يعيشون الواقع هنا معنا في السوق. وثانيا نطالب من جميع السلطات التنفيذية والتشريعية أن يوفوا بوعودهم بعد أن وعدونا بقطعة أرضية موجودة بعار الريض، أن يوقعوا معنا اتفاقية في أقرب وقت لنستعد للرحيل. وهذا الشيء اللي عندي نقول، وكنشكر بزاف جميع اللي كانوا بغاو ينضموا معنا في هذه اللحظه. عيطوني في التليفون اصدقاء رؤساء جمعيه باش غيديروا معنا تضامن، ولكن اكتفينا باستحسان فولكو الصديق ديالنا وطرف معنا في نقابه الاتحاد المغربي للشغل، كنشكروه جزيل الشكر بزاف. وكنشكروه المقاومة ديال التجار، جميع التجار باب الرحمة من ألف الياء إلى الياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية نضالية لكم التجار جميعاً.